لا يزال موضوع الزوجة الثانية أو الضرة كما تسميها بعض المجتمعات العربية هاجس لدى أغلب السيدات. أغلبهم بيقولوا طيب يا ترى هل هو متزوج علي ولا ناوي يتزوج علي؟ لكن سيدتي احنا ممكن نعطيكي بعض الخطوات عشان نعرف كيف ممكن تتقبليها في بيتك اذا اكتشفتي انه متزوج عليك لا سمح الله. في بيتك؟ في بيتك او في يعني في بيت جنبك يعني مكان ما ياخذك. اكيد مع ضيفنا في الاستوديو الاخصائي النفسي دكتور عبد العزيز الدواس. اهلا وسهلا فيك معنا، نورتنا. اهلا بك اختي، يعني قطعتها غيبت الله مره الله يعطيك الف عافيه. انا سعيد بتواجدي معكم. طلع اهلا وسهلا فيك دكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز، زي ما كنا بنقول قبل شويه انه بشكل عام ما في سيدة يعني تتقبل فكرة أنه زوجها يتزوج عليها الزوجة الثانية، لكن لو اكتشفت أنه هذا الموضوع قد صار إيش ممكن تسوي؟ والله شوفي، ما في امرأة ترضى أن زوجها زوج عليها. صحيح. وأنا كأب أقول ما أرضى حتى بنتي زوجها زوج عليها، هذا شيء ما لا شك فيه. حلو. لكن الله سبحانه وتعالى نزلنا آيات وفسروها العلماء يعني كتفسيرها المشاعر. يعني بعضهم لما تيجي تقول للزوجة الأولى ما راح تقبل زوجي الزوج عليه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الزوجة الأولى إذا زوجها الزوج عليها صبرت أجرها مفتوح على طول. جميل. كما قالوا المشايخ مفتوح لها الأجر على طول الأجر. يعني سبحان الله، يعني أحيانا بعض الأشخاص مبتلى لكن بحاجة معينة ويصبر، لا أجر عظيم. يعني لا نختلف أن المرأة لا ترضى أن زوجها يعدد عليها. جميل. لكن إذا زوجها الزوج عليها هذا ابتلاء تصبر، ولا يعني إذا صبرت لها أجر عظيم. إن عندنا أسباب، إذا كان الزوج يبغى الزوج زوجة ثانية يكون فيه الزوجة الأولى يكون عندها ظروف معينة. يعني يمكن أنها ما تنجب أو يمكن تجيب أبناء متشوهين خلقيا أو تكون أساسا أو تكون عندها ظروف صحية ما تقدر تقوم بحقوق بالضبط. الزوج هذا من حق أن يزوج لها. لكن إذا جاء زوج زوجته يعني جامع بجميع حقوقه وكويسة معه، بالعكس إنه ما نأيد أنه يزوج ثاني. ليش ما تأيد دكتور؟ طيب. يعني احنا نعرف وكمان في البعض ذكرها انه الزوج من حقه يتزوج على زوجته من غير ما يعلمها اصلا، من غير ما يشاورها. يعني معلش هذه حياته، دار الافتاء المصريه هذه حياته، فهذه ما يعني مالك دخل في حياته. هو يبغى يتزوج خليه يتزوج، ايش المهم فيه؟ اهم شيء انه ما ينقص عليك شيء، اهم شيء انه هو قايم بكل واجباتك، مو مقصر عليك وعلى عيالك. ليه دائما المراه عندها حساسيه من هالنقطه؟ هذا سؤال يعني مرة يعني وجيه. إن الآن أنا عندي بعض البنات لما يرجعوني في العيادة إن متزوج زوجها عليها تقول أنا تقبلت زي ما تفضلتي، تقبلت من زوجها الزوج عليها. تقول لما أروح بيت الوالدة تقول الوالدة شوفي أنت ماكي قوية شخصية، أنت ضعيفة، شوفي زوجك الزوج عليك، شوفي الآن مسافر بها. فهي الآن متقبلة، لكن الآن اللي حولها ما هم متقبلين الشيء هذا. فأحيانا تعاني الزوجة الأولى من حولها، من الأشخاص اللي حولها. حتى كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فهذول الآن التخبيب، حتى أحد المشايخ قال إن المخبب هذا يمكن أعظم من الساحر، لأن الساحر يفرق وهذا أعظم منه. لكن الآن إذا هي أساسا تقبلت، لكن المجتمع اللي عندها حاول قدر المستطاع أنه يخرب حياتها. ليش نوصل لها النقطة؟ لأن المجتمع ليش أسمح لغيري يدخل بحياتي؟ شوفي أنا حقول لك حاجة، إن مسلمين ونرجع لكتاب الله وسنة رسوله، صحيح، الأنبياء والصحابة والتابعين كلهم معددين. صحيح. ما يختلف حتى أغلبية يعني المسؤولين. لكن بعضنا لما يجي الطبقة يعني نقول وسط أو الطبقة، يجونك أحيانا اللي حولها البنت هذه لو الزوج زوج عليها تجي الآن تروح في زواج، يقولونها الله يسخر لك، الله يكون في حالك، هذا شيء يضيق صدرها. إنه يدعون يعني أنت الآن أنت امرأة ناقصة، زوجك الزوج عليك. وهذا مو صحيح، يعني مو صحيح. حتى ان لما نقول دائما ارجع كتاب الله سبحانه وتعالى، المراه هذه لو رجعت للقران الله سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، حتكون سعيده. لكن لو هي رضت وتقبلت المجتمع حيأثر عليها. والله يا دكتور هذا الموضوع له ابعاد دينيه واجتماعيه ونفسيه وحتى سلوكيه واتيكيت واشياء مره كثير ما حنقدر نغطيها من كل الجوانب. لكن خلينا لو نبغى نتكلم عن الزوجه اللي تزوج عليها زوجها، عندنا شغلتين، يا انها هي تتقبل هذه الزوجه يا تطلب الطلاق وتبدا حياه جديده، يا انها تكون موجوده لانه خلاص تفصل وتجيها يعني بيتها. طيب. يعيشها معها عشان امكانياته ما يقدر يجيب بيت منفصل. صحيح. ايش نقول لهذه الزوجه؟ ان الان الزوجه هذه اللي زوج عليها زوجها اذا كان عندها تقصير او عندها ظروف معينه المفروض انك تقبلينها دايركت. الزوج اللي هي قايمه بجميع حقوق زوجها والزوج عليها خلاص ما يخالف، انت اعطني الان ميزات اكثر من الاول. تمام. يعني الان انت كان راتبك مثلا 20,000، الآن بدل ما أخذ من المبلغ الكامل حيجيني النص، الوقت اللي كان معي يومك كامل حيكون النص. فهي الآن هل بتعوضها عن ذا الشيء؟ هل بتعطيها حقوقها؟ أول في الماضي كنت تمنحها تزور يعني بعض أقاربها أو أنها تزور يعني مع الصديق، الآن مالك حق تمنحها.
أنت الآن أخذت من الوقت اللي كان لها. هنا يرجع يمكن الشخصية الزوج الزوجة. الزوجة كيف تمنعني؟ الزوجة اللي شخصيتها يعني؟ نعم. الزوجة لابد أن تقوي شخصيتها، لابد أن أقول دائما للزوجة لازم تقوي شخصيتها، لازم أن تعرف حقوقها كاملة. وأساسا الرسول أساسا يعني قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، العلم أن المرأة ضعيفة، يعني المرأة هي مما لا شك فيه ضعيفة، وكما قال رفقا بالقوارير. الرسول كان يقصد في هذا الحديث في البنية فقط، أنها ضعيفة بنية. لا لا خليني أقول يعني إنسان عندها مشاعر حتى يعني حتى القارورة سريعة الانكسار. نعم. فمشاعر المرأة يعني يعني رقيقة، وأنا بقول لك على أنه رقة عبير ياخذوها الضعف. لا لا ليس المرأة قوية يعني احنا عارفين، ولكن أنه أنا فقط أقول لك أنه في هذا الحديث كان يقصد الرسول أنه كبنية في البنية نعم، وفي المشاعر أنه مشاعرها رقيقة. لكن لا اسمح لي أقول لك حاجة، ترى حتى الزوجة الثانية يعني مغلوب على أمرها. يجيك مثلا على سبيل الافتراض، أنا مو في صف أحد، لكن لما أجي أفكر أحط نفسي مكان الزوجة الثانية، أول حاجة هذا الولد الشاب اللي جاء وتزوجني أنا كزوجة ثانية، زوجته الأولى كاملة ما فيها أي غلطة، ولكن يقول لك أنا ما أحبها. أنا هذه كانت مثلا اختيار الأهل، وإحنا عندنا كثير في مجتمعاتنا الخليجية يحصل هذا الشيء، فأنا راح أختار هذه السيدة أنها تقعد معي. وللأسف الشديد ما يقدر أنه هو مثلا يعلم أهله بحكم مثلا اختلاف المستوى الاجتماعي، يمكن أهله ما راح يرضوا، يمكن أهله مريضين يزعل، يعني تعرف أنت عن في كذا عذر وعذر. بالضبط تختلف الأسباب في هذا الموضوع، فيتزوج الزوجة الثانية ويخبيها بالسر. طب ما هي كمان دكتور عبد العزيز لها نفسية وامرأة ولها مشاعر ورقيقة وقارورة أيضا، ووصى عليها الرسول. طب ما هي ممكن تتأثر نفسيا، هي بتتعب من موضوع أنه أنا الزوجة اللي في السر وديك الزوجة المعلنة. مع كل احترام طبعا يعني للاثنين، ولكن الفكرة أنه ما هي كمان دي ليها مشاعر. يعني قصدك انه يعلن الزواج الثاني مثلا؟ ما انا بتكلم، انت بتتكلم، احنا يعني جالسين نتكلم على حق الزوجه الاولى والزوجه الاولى، ولازم ناخذها بشويش ومش عارفه ايه. بس كمان انا بقول انه الزوجه الثانيه مو شرط انه احنا نهاجمها كمجتمع لحكم انه هي زوجه ثانيه، وكمان وقتها هو كزوج يعني الزوج يعني ايش اللي المفروض يعمله عشان يخفف كمان من اثر هذا الموضوع على زوجته الثانيه، ويقدر شويه شويه يدخلها في المجتمع انه يبدا شويه شويه يعلن عنها الزوجه الثانيه. لانه احنا كثير عارفين عندنا في العالم العربي او الوطن العربي بشكل عام، عندنا موضوع الزوجه الثانيه هذه تكون توب سيكريت، سلاح سري ما حد يعرف عنه. اي هو الان عندنا بعض الزوجات الاولى تقول انا لو زوجي الزوج علي وما أعلن أنا أكون سعيدة، لأني أنا أساساً حافظت على صورتها، حتفتك من الآخرين اللي قاعدين يحاولوا قدر المستطاع يلومونها، شوفي زوجك الزوج عليك ودائما يذكرون بهذا الشيء. في عندنا بعض الزوجات الأولى ترفض يعني تتمنى هذا الشيء، لكن بالنسبة للزوجة الثانية إذا قبلت هذا الزوج لابد أنها تكون أساساً راضية على الشروط اللي وضعها المؤمنون عن شروطهم، يعني حتى بالشريعة الإسلامية. فإن مقصدنا إذا الشخص عنده نية يقول مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا أنت أساسا خايف وأنت ما تقد الزوجة الثانية المفروض أنك ما تزوج. وأنا أساسا ما أي زواج اللي يكون سر، هذا من حقها أن أساسا يكون زواجها معلن. طيب هو صحيح. كان زواج سري ولا زواج معلن؟ نعم. على حسب الإحصائيات تقول إنه الزوجة الثانية معرضة للطلاق أكثر. صحيح. إذا كانت الزوجة الأولى لسه على دمته وإذا هو مخلف منها بسبب ضغوط المجتمع. صح. طيب هذه الزوجة الثانية إيش الأشياء اللي ممكن يقول لها إياها عشان يعني تكون في صورة ننبهها إنه لا تفرح إنه هو أخذك على أم عيال ومعناته إنه أنت حب حياته أو راح تكوني الأخيرة. حرام. أيوة لا فعلاً ما أنا أحس إنه هذا دراسة تقول يعني إنه فعلاً الثانية. الزوجة الثانية معرضة للطلاق أكثر من أم العيال. أكيد. الكلام هذا منطقي، وعندي في العيادة حصل كثير. الثانية لما صارت ضغوط على من زوجته الأولى طلق الثانية، حاول يتخلص لأنه يعني ما عاد قدر أساساً يعني يسائر الاولى. طب يقول لي طلقتها مثلا وهو ما طلقها، طب محرام. شوف يا اخت عبير، انا اتمنى ان اي زوجه يكون في شرط زي ما نقول مؤخر لو تم الطلاق، عشان برضه الزوج هذا حق شرعي، هذا حق شرعي، لا احد يقول لا شك وانا ايده، ويكون مبلغ اخر يعني يكون اعلى من المبلغ اللي يقدم في بدايه في المهر. نعم هذه نقطه مهمه، لان ما يكون على يعني كم واحده تقول انا رايحه بيت اهلي ما دريت الا رفع السماعه على والدي او على اخوي قالت انا طلقت اختك، تكون الزوجه الثانيه. هذه مشكله. ان اللي نبغى نرجع محور حديثنا ان نقول الان نبغى نخلي الزوج الاولى تتقبل وجود الزوجه الثانيه. نعم. هذه صعب جدا الا اذا الزوج وفر للزوجه الاولى ميزات، يعني مثلا ما عاد يمنعها من زيارات، زاد مصروفها، كذلك اعطاها حريتها. لكن عندك بيتك، عندك سيارتك، اذا نعم كان مقتدر نعم تقدر تسوي اللي تبغيه، والاولاد انا يوم هنا ويوم هنا،
العدل. العدل هذا كله بالضبط. أيوة. إذا خفتم أن لم تعدلوا فواحدة، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال إنه أنا عارف إنه أنتم ما تعدلوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يا رب يعني أنا يعني في مشاعري ما أقدر أحب الكل زي ما كنت أحب خديجة. ولما صارت في السيدة عائشة رضي الله عنها قال أنا ما أقدر أحب الكل زي ما أنا بحب عائشة، فيعني حتى المشاعر ما هنقدر إحنا نعادل فيها. بس أختي عبير أنت ذكرتي حاجة، قلت الرسول كان حب عظيم لخديجة، خديجة وقفت معه. نعم. يعني أي إنسان يحب شخص بسبب وقوفه معه. الرسول ما تزوج إلا بعد وفاة سيدة خديجة. خديجة نعم. هذا بعد وفاتها. يعني هو في البداية ما كانت السيدة خديجة، كانت هي السيدة الأولى والأخيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدين بعد ما توفت تزوج من بعدها، ابتدأ بعائشة وهكذا يعني أنا ما رح أعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالترتيب، ولكن إنه هو لما توفت السيدة خديجة تزوج، يعني ما كانت هي الزوجة أولى وفي زوجة ثانية، عرفت علي؟ صحيح. فيعني وقتها حتى في المشاعر الرسول بيقول وهو أعظم الخلق وعنده أعظم الخلق أنا ما هقدر أعدل في المشاعر، فما بالك إنه شخص عادي يعني كمان مشاعر. أيوة. عبير من حقه كمان الزوج إنه هو يختار أي واحدة يحبها. أيوة أنت يعني تقدر. أنا بالعكس أنا ما اعترضت، ما هو أنا بالعكس أنا مع هنا. أيه؟ إنه في حاجة إنه أنت تقدر تختار وتحب، بس لازم العدل، يعني فكرة إنه أنت تعدل ما بينهم. هو أساسا زي ما تفضلت المشاعر صحيح ما أقدر أحد، لكن العدل يعني زي الآن في بعضهم من الزوج زوجة ثانية تقول الزوجة الأولى ما عاد أشوفها، نفس المبالغ المالية مقصر معها، هذا اللي نتكلم عنه. إذا أنت عدلت وتعاملت معها جيد، بالعكس أنا أخي لا، يقول الدين المعاملة، أنا ما لي شغل إنك تحبني وما تحبني، أعطني حقوقي، تعامل معي معاملة كويسة. صحيح. لما تجيني في مجلس تقول أنا أحبك وأنت تفضل علي، أنا ما لي خلي عندك الزواج فترة. يعني دكتور أنا أعرف إنه الزواج فترة، يعني بعدين يصير في ألفة بين الزوجين، مودة ورحمة، ألفة صح. بس خلاص أنه أنا هذه موجودة ومدري وش زينها وش حلوة وجالسة ترتب لي وتزين لي. صح. هذا اللي أنا أعرفه. بعدين يجيك وش زينه، يجي على زوجته يقول لو سمحتي ممكن تخطبين لي، وهي توافق تقول له إيه والله أنا رايح أخطب لك. الزوجة اللي تخطب الزوجها نبغى نعرف إيش وضعها، هذه عندها طفرة جينية وحالة نادرة. والله حبيتها. حبيتها أنا اللي تروح تخطب لزوجها، هي تتنقى وتختار. والله شوفي بالنسبة لهذه زي ما ذكرتي، أنا عندي الوالدة خطبت للوالد، شفتي كيف؟ الوالدة خطبت للوالد وبالعكس، وأنا اللي مصلح نفس الإجراءات في المحكمة، أنا اللي مخلصها. مرحلو مرحلو. أنت إذن نحتاج تفسير هنا، الله يرضى عليكم. يلا أنا بنفسر، ولكن الفكرة هنا بالضبط نحتاج أنه إحنا نفسر تفكير. أنت بار فكابن هذا حق والدك عليك. نعم. ولكن السيدة أم عبد العزيز كيف راحت نفسيتها بهالفتره عادي وكذا؟ لا شوفي هي اساسا انا لما جلست مع الوالده تقول الجانب الديني هو اللي خلاني اقدم هالشيء، ولما شفت الوالد يبغى الزوج بالعكس ما منعته وانت وقفوا معه، وانا اساسا حتى في لما راح يوم الزواج انا اللي زاف الوالد ما شاء الله، الوالد زاف واخواني سوى زواج والله راح، لكن هو الجانب الديني يعني جاك الجانب الديني. لكن لما بتجي حتى كذلك يعني مجتمعنا يمكن يعني في بعضهم عنده متقبل هالشيء، بعض المجتمعات غير متقبل. صحيح. لكن شو اخت ابير والخوات، انا اتكلم عن نفسي، زوج بنتي ما اتمنى زوجها الزوجه لها، لانها قطعه مني. لا هو طيب دكتور بما انه امه يعني انا حتى بنتي تو صغيره، بما زوجتك معنا لا اتكلم عن بنتي، انا اتكلم عن بنتي ما راح اتزوج يعني ما اتمنى ما ان اتزوج. ايوه صح، ما في ابي احد، لانها قطعه منك اساسا بتاثر احساسا. لكن لما نتكلم مساله ان العادات والتقاليد والدين، أيه. ان المشكله حلو وحده قبلت ان زوجها لا، لكن كل من بيجي يحاول قدر المستطاع يضيق صدره. طب كيف ممكن تتجنبهم؟ تتجنب هذول، تحاول قدر المستطاع انك ما لك علاقه بحياتي الخاصه. جميل. هذه حياتي الخاصه ما لكم علاقه بها. وبعدين ثاني حاجه تذكرهم حديث الرسول قال لعن الله من خبب امراته على زوجها. انتم الان انتم يعني المره تعرف ترد، انتم الان جايين تخببوني على زوجي. لما تقول لهم هذا الشيء هم حيسكتوا. زي احيانا الشخص يجي ينقل لك كلام تقول يا اخي تراك انت يعني انت منافق، كيف انك تنقلني كلام عن شخص؟ فهي لو جت المراه هذه وصار عندها قوه حيسكتون لاخرين. مشكلتنا الان لو جت الزوجه تقبلت المجتمع هو حيحاربها، لان في بعضهم الان زوجها الزوجه لا هي متقبله، لكن الثانيه تقول لا خلني احاربها عشان زوجي ما يتزوج علي. وشوف حياه فلانه غير جيده. يعني انا والله يوم جتني واحده في العياده تقول انا الان سعيده زوجي متزوج علي، اعطاني حقوقي اعطاني كل شيء، لكن المشكله والدتي وخواتي دائما هم اللي يذكروني. لو جاء الان خلاني انا عند اهلي وسافر مع زوجته الثانيه، جاء شوفي ترى مسافر وانت تاركك عندنا، طيب انا مسافر بقبل سنه،
طيب مش اضطري انتم سنة انت سنة هي بالعكس حلو لا يأثر فيك. يعني هذه السيدة انا اقدرها واحترمها صراحة انه هي متقبل الوضع وراضية انه سنة انا وسنة هي. انا حبيت الستايل والله يعني العصر الجديد يعني جت على كده ما كنت بتغير في الدنيا جت على الزوجة الثانية. طيب انت عبيرة اخت عبيرة تتقبلين زوجك الزوجة لك؟ يلا في مشاركة من الكنترول لكن يعني بصراحة يعني ايوه انا ما عندي مشكلة يعني ممكن ايوه انقهر في البداية واسوي مشكلة ممكن بس لا لما جلست مرة مع نفسي سألت نفسي هذا السؤال لقيت نفسي ايوه عادي انبسط تنبسطي بس في الاخر وقلت له هي قلت له بس انا هونك دمعت يا عبير انا ست البيت الكبير كذا عرفتي كيف قلت له انا ست البيت الكبير وانا ام العيال وكذا والعيال لازم اذا فيها هيكون في بزوره لازم نكون سوا مدري طبعا انا مش شرط عليه كمان انه لازم يتزوج وحده مره غنيه لا اذا كذا اذا لقيتها ورديت فيك خذها اتفق معك اذا كذا لا كذا برافو يعني بلاي سمارت انا ما عندي واحد يلعبها بذكاء حبيت والله لا يمكن لما تفضلت الاخت عبير قالت يعني انا عادي عندي لانها متعلمه وفاهمه لكن في بعضهم تجيك جاهله لما زوجها تحاربها لانها تخشى من كلام المجتمع لكن الانسان اللي عاقله وفاهمه بالعكس والله لا يهمني كلام مجتمع ولا يهمني كلام مين ما يأثر علي لكن انا كشخص لا اقبل الشراكة ابدا وفي ناس كثير اكيد زيي تختلف سبحان الله شخصيات انا شو زمان لما قبل 10 سنوات كنت مثلا اسمع انه كثير شخصيات ترفض انه هي تكون زوجة ثانية الان اسمع انه ايوه ليه ما اكون زوجة ثانية انا شخصيا ضد لا احب اكون شريك لاحد ولا احد يكون شريك لي احس انه هذه مملكتي هذه حياتي ما اتقبل لو مثلا كنت بتقول حتى لو عندي عيال روح الله يسهل لك ابدا حياتك بالطريقه اللي انت تبغاها لكن انا لا يعني لا تيجي يعني على الكومفورت زون حقتي متعلم على عيني وراسي انا ام الجهل في هذا الموضوع ما عندي مشكله فيها بس مو عشان كلام مجتمع عشان انا امكانياتي هي كقدره او كشخصيه رؤى يعني انا وانا اقدر نفسي اكثر من اي احد يقدر نفسي يا عبير في الاخر بتحس انه انا مش مستعده انه في احد يكون يعني شريك لي في اي شيء يخصني انا او اي شيء لي في حياتي ممكن انا اخذها من ناحيه ثانيه انه اوكي تقدر تكون انت شريك ولكن انت خذ جنبك وانا اخذ جزئي يعني انت تاخذ جزءك وانا اخذ جزئي لازم تكون كفه الوزان متساويه فانت ايش رايك في اختلاف عقليات السيدات سيدات 2018 لا انا شوف انا بقول لك حاجه انا احيانا عندي بعض الخوات تقول انا لما هو اساسا جوز زوج الثانيه قدرت اتفرغ لدراستي لعملي لشغلي البزنس عندي تغيرت حياتي اول كان دائما عندي 24 ساعه حتى يبغى اكله يبغى حقوقه الان لا اخذت راحتي صح هذه النقطه المهمه انت عارفه يعني في بعضهم بيقولوا خليه يتزوج يفكر خير وشر وخليه ينشغل في غيري والله انا هذه فكرتي عبير هذه فكرتي من جد انه يتزوج ويروح واتنفس نعم. اقدر كل يوم اقدر اروح لا عادي الطبخ فيكي بس يعني انه مثلا تعيشي حياتك تقدري تستوعبي الدنيا مو 24 ساعه بوجهك تكرهي ويكرهك صحيح. والله دكتور لا كلامك صحيح وفي مشاكل كثير في كثير سيدات يعني نعم واحده تقول انا اساسا قدرت اخذ راحتي حتى مع خواتي اول اللي يجلس عندي يوميا لو جاء احد عندي يضايقني انت بيمشون تقول الان يجون عندي خواتي تسمع معي صديقاتي تقول عشت الحياه تنفست وقدرت تتقبل هي الزوجه الثانيه كزوجه ثانيه تقبلت لان هو اساسا كويس برضه مع اعطاها حقوق لكن لو انها تعاملها برضه بها سيئه ما راح تتقبل لكن هي اساسا شافت ان الان في فرق ارتاحت ايوه ارتاحت قلت خلاص بسلام والله دكتور لو هي ذكيه تصاحبها وهم الاثنين يقلبوا ضده خلي يجيب الثالثه عليهم افلام اجنبي مؤثره فيك هو طبعا تفكيرنا يختلف وارائنا تختلف بس نرجع للمضمون اللي هو من حقه انه هو يتزوج من حقك انه انت تتقبلين ذا الفكره او ترفضينه وبرضه مو من حقك انه انت تسالينه اذا ليش تزوج لانه ما في داعي تسالينه لانه ممكن يكون ما في سبب صح كلامك صح فشكرا لك دكتور شكرا لتواجدك معنا اليوم يعطيك الف عافيه خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين تابعينا بعد الفاصل خالد الملحم من المحاسبه الى عرض الازياء نتعرف على قصته في سيدتي